السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم معكم في مطبخ ام عدنان ام كوثر. نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا دائما لاباس وفي احسن الاحوال بصحه جيده ان شاء الله. ما نطولش عليكم في الفيديو تاع نهار اليوم. شويه بون جيتكم بواحد الوصفه اللي هي فطائر المقلات السائله والسريعه او ميم طون سورتو بوغ الاولاد كي يخرجوا من ليكول يلقاو بالخف كل شيء واجد. ان شاء الله تنال اعجابكم ان شاء الله. تبعوني وراح نشوفوا الوصفه ان شاء الله كامله، يعني ما فيهاش حوايج بزاف. نبداو على بركه الله. بسم الله. نشعل هنا على الفرن. واش نديروا البنات؟ هنا عندي زوج سنان او ثلاث فصوص كيما نقولوا تاع ثوم مع شويه تاع زيت. الزيت درت زيت المائده العادي، يعني الزيت العادي تاع القليان، واللي بغات تدير زيت الزيتون لا باس. بون خليوه يتحمر شويه. على وين يتحمر هو شويه؟ شنو راح نضيفوا له حنا هنايا؟ كما راكم تشوفوا هنا عندي بطاطا ماشي مسلوقه، يعني ماهيش طايبه، بطاطا خضراء كما راهي. درت حوالي نصف كيلو 500 غرام كما نقولوا. درت معها شويه تاع زعتر كما راكم تشوفوا هنا، شويه تاع زعتر. هذا الثوم هنا راه تقلى مليح. نفرغوا فيها هذيك البطاطا، درت لها شويه تاع زعتر كما قلت لكم، زعتر العادي اللي نطيبوه. ولازم ديروا في مقلات اللي ما تكونش تلصق، بس كل مقله اللي تلصق من بعد راكم عارفين شويه صبابه. فوالا هكذا خلطوها مليح. وفي نفس الوقت كيما راني قلت لكم البنات راهي خضراء ماهيش طايبه. في نفس الوقت هنا موجده عندي شويه، ما نقدرش نقول لكم على حساب اللي يبغي الملح اللي يبغي المساسه اللي يبغي. درت شويه تاع ملح، شويه زنجبيل، وشويه فلفل كحل، وشويه كركم. كما راكم تشوفوا هنا غطيتها، ما نديرولها الماء ما نديرولها حتى حاجه. هذه الحاجه الخطوه الاولى اللي بديتها لكم هي الحشوه. انا دابيتود نبدا بالحشوه هي الاولى. الحشو كي يبدا يبرد من بعد نروح للعجينه تاعنا. العجينه تاعنا ما فيهاش لا حليب لا حتى حاجه، هذا يكون فطائر كشغل فيجيتاريان، يعني فيهم يحتاجوا غير الطون. واللي ما بغاش يدير الطون بغا يخليها سامبل يديرها، واللي بغا يدير الدواجن الدجاج او اللحم والله لا باس. يعني انا بغيت نوريكم حاجه اللي ساهله سيرتو الاولاد اللي يروح علينا الحال نكونوا على برا وجينا وراح الحال باش نجيب ولادنا، يعني ليه ليه. فوالا خليوها هنا غير تتحمر بشويه. ولا هنا شوفوا بعد ما بدات تتحمر لي بشويه بشويه، يعني مازال ما طال ما جاش طياب مليح. في المرحله شنو نديرو؟ عندي هنايا زروديه درت زوج حبات جزر، اللي يحب يقطعهم مربعات صغار ويفورهم يديرهم حتى تبغي يطيب البطاطا. واللي ما يبغيش الاولاد تاعو والله هو مثلا والله هي مثلا المراه ما تبغيش تاكل الزروديه هكذاك الجزر، دونك تنحيهم في هذيك العين الرقيقه بزاف. هكا درتهم هنايا. دوك هنا نخلط ونزيد نخلي عليها على نار قليله حتى يلحقهم طيب. هنا راكم تشوفوا البنات ما درتش حتى حاجه، غير الزيت اللي تقلى فيه مع الاول شويه واحد الملعقتين تاع زيت. نعاود نرجع ونغطي عليهم ونخلي عليهم ونرجع لكم فيما بعد. وهنا في هذه المرحله بعد ما طابت، يعني راني شتها انا البطاطا باللي طايبه كما راكم تشوفوا، ضقتها لقيتها طايبه. هنا نضيف لها هذاك الطون اللي قلت لكم عليه. الطون ديجا كنت انايا صفيتو، سوا يكون ناتور تاع الماء ولا تاع الزيت، المهم اللي تبغيوه نتوما. ونضيفوه هنا قبل ما يطيب ونطفيو على الغاز ونروحو للعجينه نديروها. ومن جهه البنات كما راكم تشوفوا وشنو عندي هنايا نحتاج في العجينه. عندي ربع كيسان نتاع ماء قبل ما نديرو كلشي، ربع كيسان تاع ماء. عندي هنايا نحتاج شويه زعتر، نحتاج الملح، ونحتاج شويه فلفل كحل كيما راكم تشوفوا هكذا، ونحتاج البيضه اين هي، بيضه كامله اوكي كيما راكم تشوفوا. نحتاجو زوج ملاعق تاو زيت، ونحتاجو في هذه الوصفة هنا المعدنوس. شوفوا البنات باش ما تجيش فيها قاوية بزاف تاع
تقدروا ديروا الكسبر الدبشه حنا نقولوا لها، كاين اللي يقولها حشيش مقطفه، كل واحد واش يقولها. حنا نديروا المعدنوس، هو اللي يمد واحد المذاق رائع رائع رائع. علاش درت كيما المكونات؟ 4 كيسان ماء، 2 مغارف تاع زيت، شويه زعتر، شويه تاع ملح، شويه فلفل مكحل، والمعدنوس، وبيضه كامله كما راكم تشوفوا، ما فيها لا حليب لا حتى حاجه. هنا نديرو 4 مغارف 4 كيسان تاع ماء، كما درنا كما درنا 4 كيسان ماء، نديرو 4 كيسان بليتو تاع فرينة. بسم الله، ما يحتاجش باش ديرو بالباتور ولا غير باليد، واللي بغات دير بالباتور بالضرب اليدوي ما كان حتى مشكل. 3 4، واللي شفتها جات ثقيله بزاف هذه ما فيها لا حليب لا والو البنات، واللي شفتها جات ثقيله بزاف دونك تقدروا تزيدوا لها شويه تاع ماء. القوام لازم يكون كيما هكذا البنات، نحيد من هذا لافوي، نحيد هذاك المعدنوس اللي باش ما يبقاش لهنا، باسكو راه كامل بقى لي هنا. فوالا، كما راكم تشوفوا البنات حنا هكذا خاصو يجي هكا. اذا كان عاد ثقيل تقدروا تزيدوا له شويه تاع ماء. وهنا في مقلات وحده اخرى تاع لي كريب ولا المهم اي مقلات، نشعلوا على النار وتكون ناقصه شويه ماهيش قويه بزاف. بون واش نديروا هنايا؟ ندهنوها بالزيت كما راكم تشوفوا، ندهنوها برك يعني دهينه برك خفيفه، هذا دليل على ان ديجا راهي ديجا الزيت راهو سخون. فوالا كما راكم تشوفوا، نحيدوها من فوق النار ونديروا كميه. بسم الله، واللي لازم تكون شويه رقيقه البنات، ما تجيش خشينه بزاف، تكون شويه رقيقه ماشي خشينه كما راني نقول لكم. فوالا كما راكم تشوفوا هكذا، ونخليوها طيب على خاطرها كما راكم تشوفوا هنا هكذا. هنا نحاول بالسباتول نحيدوا لها غير هذوك الجناب كما قلت لكم، ونحاولوا نقلبوها يعني بشويه برك باش ما تكسرش معانا. هذا مكان يعني في الجهه الثانيه. فوالا كما راكم تشوفوا، نحمرها على الجوانب الزوج، الكوتي الاول والثاني. وهنا البنات من جهه كما راكم تشوفوا، مازال ما طيبتهمش كاملين، مي نوريكم بعض منهم والباقي راه يكمل. هنا نديرهم نغطيهم في منديل باش يبقاو محافظين على الرطوبه، شوفوا يوليو طريين كما لي كريب تقريبا نفس العجينه تاعنا. خليهم كما راهم. هنا درت لاصوص، صوص هي وشيا على حساب كاتشاب واش عندك، والمايونيز ولا فخوماج طارتيني ولا يعني كل واحد كيما يبغي يدير. عندي هنا الجبن، الجبن الاختياري، انا عندي هذا الجبن الموتزاريلا، كل واحد واش يحب يدير. نوريكم الحبه الاولى كيفاش تجي، شوفوا البنات نديروها على الجهه هذه تاع المعدنوس من تحتها، نجيبو هنا شويه من لاكريم اللي درناها من لاصوص. شوفوا البنات تجي رائعه والله صدقوني، تجي وصفه هائله. وهنا كيما الحاجب تقريبا كيما المحاجب، وهي مغايره عليها يعني ماشي هي. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا، نديرو شويه من الفرماج، والفرماج اختياري يعني ماكوش مقيدين كيما انا، الواحد كيفاش يبغي يدير. شوفوا هكذا، شوفوا البنات كي ندير انا الاولى من نفس الكريمه باش تلصق لنا برك هذا مكان، وزيد هنا باش تلصق لنا مليح، نديروها في كوتي كما راكم تشوفوا، والحواف على باش تلصق لنا هذا مكان كما تاكوس. وانا درك هكذا كما راكم تشوفوني البنات
ان شاء الله تكون الصوره واضحه. وكنقلبهم في السنيوات هكذا في سينيه ولا في اي حاجه في بلاطو ولا نقلبهم على الجهه هذه باش يزيدوا يحبسوا مليح. فوالا هذه هي الطريقه البنات، نكملوهم كاملين ونرجع لكم. ولا هنا بعد ما كملناهم كاملين هنا نجيبوا المقلاه، نفس المقلاه او مقلاه واحده اخرى، نديروا فيها شويه تاع زيت كما راكم تشوفوا، ونجيبوا الحبات على الوجه تاعهم نحطهم هكذا يطيبوا كما راكم تشوفوا على الوجه هذاك باش بالخف يحبس لنا باش ما تحللناش. فوالا كما هكذا كما راكم تشوفوا نقلبوهم على الوجه الاخر. انا نزيد لهم شويه للنار كما راكم تشوفوا هكذا، وخليهم يطيبوا على الجهه الثانيه. ولا هنا البنات الوصفه تاعنا خلاصت، باش تشوفوها مليح مليح نوري لكم. شوفوا كما راكم تشوفوا هكذا جات هائله، ما لهم حاجه تقريبا مي شويه مخالفه عليها. نهزوا حبه شوفوها، شوفوا كيفاش جات بالمعدنوس، رائعه رائعه جدا كما تاكوس تقريبا كما تاكوس. فوالا باش نوري لكم، شوفوا البنات شوفوا البنات كيفاش تجي رائعه. المهم الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله الى نال اعجابكم، ما تنساوش البنات بلي لايك لي لايك والاشتراك ودعموني والى وصفه جديده ان شاء الله، والى الملتقى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.